ولكن إذا في إنسان يصح إنه يقول إنه مهدي فهو، لأنه بقى التعريف كمان مش بس هو مهدي، المهدي. إذا في مهدي هو، من البشر وليس بنبي أصلا، مهدي من البشر وليس بنبي. ليش؟ يعني عمر بن عبد العزيز ما كانش مهدي؟ عمر بن الخطاب مش مهدي؟ مش هيك؟ يا ما بتشوف مهديين، ولا الشافعي مش مهدي لا يكون. انتبهتوا كيف؟ صنعاء بتبعد عن مكة أكثر من 850 كيلو هوائي، ومن هون لغاد كمان 1000 بساعة ساعتين ثلاثة بالنسبة لزمان، لا في طيارات ولا غيره. خارقة فعلا، انه عفريت. تمام؟ طيب، قال الذي عنده علم